جولتنا الفنية والثقافية لليوم منبلشها من البلونوت كافيه، ولكل محبي الجاز موعد مع عازف البيانو الأمريكي أنتوني وانسي يلي رح بيقدم أمسية ب 17 تموز وبرفقه إليو روني عفيف، بالإضافة إلى ضيف الأمسية أفو توتونجان عازف الألتو ساكسوفون. من البلونوت الى المكتبة العامة لبلدية بيروت بالبشورة يلي بتنظم كل نهار تنين عرض فيلم، وهالتنين الموعد رح بيكون مع فيلم بيحمل عنوان خسوف للمخرجة الشابة بسمة فرحات. الموعد رح بيكون لكن ب 16 تموز بالمكتبة العامة بتمام الساعة 7 المساء. الانسان وحتى مقالات وكتب، بس انه يكون في مهرجان بيتعلق بحقوق الانسان هي شيء جديد، لانه من البشورة إلى كليمانسو وتحديدا جاليري صالح بركات اللي رح تستقبل ابتداء من بكرة معرض للفنان التشكيلي أسامة بعلبكي بعنوان Against the Grain. هالمعرض رح يستمر لغاية 25 آب، والافتتاح بكرة بتمام الساعة 7 مساء. من جاليري صالح بركات والمعرض الفن التشكيلي بننتقل الى معرض الصور Looking for the Truth. هو المعرض التصوير الفوتوغرافي، وهو عبارة عن قصص مصورة ل 15 شاب وصبية من لبنان، فلسطين، سوريا واليمن. هالمعرض بيجي بالتعاون بين دار المصور ومؤسسة تومسون والمجلس الثقافي البريطاني. الافتتاح رح بيكون اليوم على الساعة 7 المساء وبيستمر مدى يومين بدار النمر بكليمانسو، الى تيرجع ينتقل المعرض ب 16 شهر الى دار المصور، وهنيك رح بضل الصور رح بتضل معروضه لغايه 28 تموز. اشتركت بالوركشوب تبع البحث عن الحقيقه انا وكذا شاب وصبيه من اليمن، من لبنان، من فلسطين ومن سوريا. باخر هذا المشروع قررنا انه نشتغل على التراث والارث تبع بلدنا، كل شخص يعبر ممكن عم نشوف احدى المشاركات بالمعرض مثل ما ذكرت، الشباب والصبايا هن من لبنان، من فلسطين، سوريا واليمن. مننتقل الى مهرجانات جوني الدوليه، واليوم الموعد رح بيكون مع ميوزيك هول بالعربي. يا بنت السلطان غني على الغلبان، الميه في ايديكي ومحسوبك عطشان. مثل كل صيفية كارافان الانستيتيو فرانسي جيلي بان رح بتجول على قرى لبنانية كتيرة لتعرض أفلام بالهواء الطلق، وذلك بإطار سيني كارافان لصيف 2018 اللي رح تنطلق ب 16 تموز وبتستمر لغاية 26 آب. أول نهار ب 16 شهر رح بنكون على موعد مع عرض فيلم مومو. هالفيلم رح ينعرض بدير القمر، وأكيد رح يرجع ينعرض بعدة قرى من بعدها. Ça va. Il parle quelle langue? Il est sourd, il parle comme un sourd. C'est ça, il fait tout à l'heure, il me fait ça, toi, mais ça. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas tout. Ah, vraiment rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. D'où il sort cette photo? Aucune idée. Papa, photo? La voiture? Ah non, arrêtez! Pourquoi tu lui as filé la bagnole? Donc, tu vois bien qu'il est inoffensif, on dirait un chien perdu. Mais un chien perdu, on lui donne un os, pas une audi. من الانستيتيو فرانسي دو ليبان رح ننتقل لنشاطات معهد سيربانتس اللي رح يستقبل ب 25 الشهر كونسير لكل محبي آلة الجيتار مع العازف المكسيكي ريكاردو صائب. الموعد رح بيكون بتمام الساعة 7 مساء، وهالأمسية رح تحمل عنوان لاتين أمريكا ثرو 6 سترينجز.
مننتقل إلى بيت الفنان بحمانة يلي رح يستقبل على مدى يومين عرض بعنوان That Whisper in the Darkness of the World، وذلك بكرة وبعد بكرة. هالعرض من تنفيذ كوليكتيف كهرباء، وهو عرض بصري موسيقي مع مجموعة كبيرة من الفنانين. مننتقل إلى مسرح المدينة يلي رح يستقبل حفلة موسيقية بعنوان محطة 75 مع الفنان سامي كلارك وبترافقه فرقته الموسيقية، وكمان رح يفتتح فوج بيروت الأول جمعية الكشاف اللبناني معرض الكشف التاريخي يلي بيتضمن ذاكرة فوج امتدت لمدى 75 سنة، وذلك بمناسبة اليوبيل الماسي. موعدين رح بيكونوا بكرة وبعد بكرة بتمام الساعة 7:30 المساء بمسرح المدينة. بيختتم المركز الثقافي اللبناني الألماني نشاطاته لها الصيفية مساء اليوم مع باروك أنسامبل، والموعد رح بيكون بتمام الساعة 8 المساء بكاتدرائية مارزاخيا بعجلتون. هالعمل من إخراج لوتيا دايمي وبإدارة جودو. إلى مهرجانات زو مكايل الدولية، والموعد المقبل رح بيكون هالترين ب 16 شهر مع الفنان اللبناني مايك ماسي اللي كمان رح بيطلق ألبومه الجديد. بدي ضيع وقت الكل وبدي ضيع جزت نفسي من الأخبار من كذب. أما ب 17 شهر الموعد رح بيكون مع الفنان اللبناني سعد رمضان، وتحية إلى عبد الحليم حافظ. هيك منكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية لليوم. كيف عم بيكون وضع الطرقات؟ خلينا ناخذ فكرة مع جوال. معنا المشاغر جوزيف غاوي من غرفة العمليات مشتركة بهيئة إدارة السير مباشرة على الخط، منعرف أكثر عن أحوال الطرقات. مرحبا. صباح خير. كيفك جوزيف؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش اليوم من المدخل الشمالي، عم تكون حركة سير كثيفة من دبي باتجاه أم تلياس. نعم. وصولا للأشغال بجل الدياب، من بعد الأشغال عم ترجع تصير حركة سير ناشطة باتجاه نهر الموت. نعم. أما حركة سير كمان كثيفة اليوم من أم تلياس الساحة باتجاه الأوتوستراد. كذلك الأمر أكيد على الطريق البحرية كمان من أنطلياس باتجاه بيروت. عنا بنكمل من نهر الموت باتجاه الدورة حركة سير ناشطة على الأوتوستراد باتجاه الكارانتينا. من الكارانتينا باتجاه شهر الحلو حركة سير كمان مكملة ناشطة وصولا للصيفة. من الصيفة باتجاه الوسط التجاري حركة سير كمان ناشطة. أوكي. المدخل الجنوبي حركة سير عم تكون ناشطة من المدينة الرياضية لتصير كثيفة من جسر الكولا باتجاه النفق سليم سلام وصولا للوسط. حركة سير كمان ناشطة اليوم من الجمهور باتجاه اليرزة وصولا للصياد. نكمل على اوتوستراد اللي اسمه لحود باتجاه الكارانتينا، كمان حركة سير كثير منيحة. اللي مكمل كمان على جسر عدلية باتجاه الأشرفية حتى الساعة تكون حركة سير ناشطة. ضمن بيروت كمان عندنا حركة سير كثيفة من طاقة أصقص باتجاه بشارع الخوري. أما نكمل من البربير باتجاه كورنيش المزرعة تكون حركة سير ناشطة كمان حتى الساعة. إشارات جامع عبد الناصر باتجاه مهرنياس عاملين حركة سير ناشطة. تقطع برج الغزال باتجاه برج المر حركة سير ناشطة إلى طبيعية لتصير كثيفة من تقطع برج المر باتجاه شارع الحمراء.
أما الخط البحري من علم رئيسة باتجاه الروشة حركة السير كمان كتير منيحة اليوم. هذا بالنسبة لحركة السير، كأنه أخف حركة السير اليوم من ضمن بيروت كتير منيحة. خلينا نضوي شوي على الشحنة اللي سقطت مبارح بالزوق، نعرف شو أسباب سقوطها. أسباب هنا ما فينا نفوت بالتفاصيل، إنها تجعل عنا 3 قتلى وجرحى للأسف. مزبوط، يعني الحوادث تجعل عنا بال 24 ساعة الماضية تجعل عنا 12 حادث، للأسف عنا 5 قتلى و 12 جريح غير حادث الشاحنة كلهم مع بعض. نحن 24 ساعة عمنا. نعم. مع الحادث أكيد. أوكي. محاضر السرعة 1025 محضر سرعة أكيد. أوكي. الاستفسار أكثر عن حالة الطرقات تواصل معنا على 17-20 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك لتويتر والأبليكيشن. أوكي، شكرا لك جوزيف، بكرة اتصال جديد. رح ناخد فاصل جديد نرجع من بعده الأخبار. صباح، خليكن معنا.